بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللغة العربية هي لغة اصطفاها ربنا سبحانه واختارها لأن تكون لغة الرسالة الخاتمة للرسالات، وأن تكون لغة الرسول الخاتم للرسل، وشرفها الله بأن اختارها لغة كتابه. قال ربنا سبحانه: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال ربنا سبحانه: بلسان عربي مبين. وقد كان الناس، كان الصحابة يأمرون أبناءهم، يعلمونهم العربية ويأمرون لما فشل اللحن والغلط، يأمرونهم بتعلم العربية وبحفظ الأشعار. وهذا الذي يروى عن عمر بألفاظ مختلفة، أنه كان يقول: تفقهوا في العربية وتفقهوا في القرآن فإنه عربي. وكتب مرة إلى أبي موسى الأشعري يقول له: مر من قبلك أن يعلموا أبناءهم العربية وأن يعلموهم الأشعار فإنها تدل على معالي الأخلاق. وهذا كثير جدا من وصاياهم، كثير جدا من وصاياهم، ولذلك كانوا يحفظون كل ما يجدون. من هؤلاء الحفظة الذين وعوا علما كثيرا ونقلوا أشياء كثيرة، ترجمان القرآن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، كان يأتيه الناس يسألونه، من شاء سأله عن الحديث، ومن شاء سأله عن الفقه، ومن شاء سأله عن القرآن، ومن شاء سأله عن العرب، عن أيام العرب، ومن شاء سأله عن الشعر. فكان مرة ممن جاءه يسأله عن القرآن رجل معروف هو رئيس فرقة من فرق الخوارج اسمه نافع بن الأزرق. وهذا الرجل جاء يسأله عن كلمات في كتاب الله، فيقول له: ما معنى كلمة كذا؟ فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: معناها كذا. فيقول هذا نافع الأزرق: هل تعرف العرب هذا في كلامها؟ وهذا شيء ينبغي أن يحرص الناس عليه، إذا أجيبوا جوابا لا بأس أن يتطلبوا برهانا على هذا الجواب. الآن هذا نافع الأزرق عربي يسأل عربيا مثله، ولما العربي يحدثه بما لا يعرفه يطلب على ذلك دليلا، فيعطيه ابن عباس دليل ذلك، فيقول له: أما سمعت قول الشاعر؟ فيستدل له بالشعر، والشعر ديوان العرب والترجمان الجامع لما له من الأدب. فمكث يسأله أسئلة كثيرة، هي مذكورة معروفة منشورة في الكتب يعرفها أهل هذا الشأن: ما معنى كلمة كذا؟ فيقول ابن عباس: معناها كذا. فيسأله: هل تعرف العرب هذا في كلامها؟ فيستشهد على ذلك بقول من الشعر: أما سمعت قول الشعر؟ أما سمعت قول؟ ولكن طال المجلس بهما، وبدأ ابن عباس رضي الله عنهما يتجر، يعني كثر عليه في السؤال جدا. ولهذا كان تجدون دائما في كتب الأدب ولا سيما أدب العلم والتعلم، أن مما يحرص عليه الطالب أن لا يضجر شيخه، يعني أن لا يكثر عليه حتى يتجر، إذا أحس منه قرب الضجر يقوم. احنا قد ذكرنا مرة لما تحدثنا عن مالك رحمه الله أنه كان يأتي نافعا ونافعا ونافع كانت فيه حدة في الخلق، فكان يجلس عند باب الدار حتى إذا خرج نافع من الدار سلم عليه مالك: السلام عليكم، ثم انصرف وما شاه يريه كأنه لا يريده ولا يقصده، حتى إذا أوشك أن يدخل المسجد سأله: ما 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 قول ابن عمر في كذا؟ فيخبره وينصرف، حديث واحد في كل مرة. وهكذا كان يفعل بقي بن مخلد مع الإمام أحمد لما رحل إليه، يأتيه في كل يوم فيحدثه حديثا أو حديثين، طبعا لعلة لغرض ذكرناه مرات. لكن المهم أن الإنسان لا ينبغي أن يضجر شيخه، وهذا الذي لم يفهمه ابن الأزرق فضجر ابن عباس، ولكن لحسن أدب ابن عباس رضي الله عنهما ما
يعني شق عليه أن يقيمه من مجلسه، لكن من ألطاف الله تعالى بابن عباس أنه في تلك اللحظة سيأتي عمر بن أبي ربيعة. عمر بن أبي ربيعة هذا شاب قرشي شاعر، ينبغي أن يعلم الناس أن قريشا هذه كانت تقدم العرب في كل شيء، في كل شيء إلا في الشعر، فإنها كانت مفحمة لا تقول الشعر، وإن قالته لم تقل مثل ما يقوله غيرها من قبائل العرب. حتى جاء عمر بن أبي ربيعة، حينئذ سلمت القبائل لقريش في الشعر أيضا. فلما جاء عليه ثوبان ممشقان مصبوغان سلم وجلس بحذاء ابن عباس، فسأله ابن عباس رضي الله عنهما هل أحدث شيئا من الشعر؟ فقال نعم، فقال أنشدني، فأنشده قصيدته التي مطلعها أمن آل نعم أنت غاد فمبكر وغداة غد أو رائح فمهجر إلى آخره، يتحدث بها عن نعم وعن غيرها كما هي عادة عمر في قصائده. فالنافع الأزرق تعجب فقال واهن لك يا ابن عباس، نأتيك نضرب إليك أكباد الإبل من العراق، نسألك عن الحلال والحرام فتتبرم وتتضجر، ويأتيك فتى غير ينشدك سفها فتقبل عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنه تالله ما سمعت سفها. فقال ألم يقل رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيخزى وأما بالعشي فيخسر؟ قال ابن عباس لم يقل هكذا. قال نافع بن الأزرق كيف قال؟ قال رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى لا فيخزى فيضحى وأما بالعشي فيخسر لا فيخسر من الخسران. فتعجب نافع وقال كأني بك قد حفظتها. قال اي والله حفظ وان شئت رددتها عليك. فقال نافع يستبعد لان هي قصيده طويله وهذه اول مره يسمعها ابن عباس. فقال ابن نافع لابن عباس نعم قد شئت، فانشده القصيده كامله. حينئذ قال نافع بن الازرق لابن عباس والله ما رايت احفظ منك قط. هذا لماذا؟ لاهتبالهم بلغة القرآن، يحفظونها ويعتنون بها ويتفقهون فيها. هكذا كانت عائشة رضي الله عنها، هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه، هكذا كان الناس بعدهم. لكن قبل أن أنسى أحب أن أخبركم شيئا. الآن لعل كثيرا من الناس يحسب وهو يعلم عمر بن أبي ربيعة وكيف حديثه مع فلانة وحديثه مع فلانة وحديثه مع فلانة، يقول كيف يجالس ابن عباس وهو حبر القرآن يجالس فتى لا يفتأ يذكر فلانة وفلانة ويشبب بها ويتغزل بها، حتى قالوا إن شعر عمر بن أبي ربيعة دخل على ربات الخدور في خدورهن. العرب كانوا يتكلمون ولا يفعلون، فما كل ما زعم عمر بن أبي ربيعة أنه فعله قد فعله. وهذا يدل عليه أن عمر بن أبي ربيعة كان له أخ، وهذا الأخ كان رجلا صالحا زاهدا عابدا، فمرض عمر بن أبي ربيعة مرضه الذي مات فيه، فجاءه أخوه يعوده، وهذا الأخ كان دائما اللوم لأخيه، دائما الزجر له عن هذا الذي هو يخوض فيه. فلما مرض عمر بن أبي ربيعة عاده أخوه وأظهر جزعا عظيما جدا، فرأى عمر بن أبي ربيعة جزع أخيه عليه، فقال ما هذا الجزع الذي أرى عليك الذي أراه في وجهك؟ ثم تفطن عمر أن أخاه يخاف على عمر أن يموت وقد فعل ما ذكره في شعره مع فلانة وفلانة وفلانة. فقال له حينئذ عمر هون عليك والله ما حللت حبوتي على حرام قط. هو الكلام صافي كلام. فكانوا يحفظون الشعر، يحفظون الخطب،
يحفظون كل ما يقوله البلغاء والفصحاء، لماذا؟ لأنها لغة القرآن العظيم، يحتاجونها في تعلمهم اللغة، لأن العلماء يقولون إن تعلم اللغة من الدين، تعلم لغة العرب من الدين، مما يتقرب إليه الله. هذا نص عليه الشافعي رحمه الله، أن تعلم اللغة نوعان قسمان، قسم فرض عين، تتعلم ما تقيم به صلاتك، ما تقيم به الفاتحة، ما تعبد به ربك، العبادة التي افترضها عليك. والكفاية هذا وإن لم يجب عليك فإنه يتقرب به إلى الله، فلهذا كانوا يتقربون إلى الله بهذا. ونحن سمعنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، من متأخري المالكية الكبار الذين كانوا يشرحون كتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة ذكر بيتا من الشعر فيه معنى قبيح، ثم اعتذر الشيخ قائلا رحمه الله: إنا وإن كنا نذكر هذه المعاني الخسيسة، لكن إنما نذكرها لنعلم ما الذي يقصده العرب بكلامهم عندما يتكلمون بكذا وكذا. فكانوا يحفظون ويتعلمون، بل كانوا يذمون الذي هو من العلية ويتكلم بكلام السفلى. دخل رجل على بلال بن أبي بردة، وكان أميرا في ذلك الوقت، فجعل هذا الرجل من رواة المحدثين، فجعل يحدثه بالأحاديث ويلحن. فقال له الأمير بلال بن أبي بردة: ما لك تحدثني بحديث العلماء وتلحن لحن السقاءات، لحن السوقة، اللحن والغلط، وربما كان تقع لهم المضحكات فتبقى في جبين الدهر لا تمحى. من هذا ما يذكرون أن إنسانا قال لآخر: هل تأمر بشيئا؟ المفروض أن يقول بشيئين. قال: أتأمر بشيئا؟ قال: نعم، بتقوى الله وحذف ذلك الألف. قال: دخل رجل على زياد بن أبيه، قد اختلف مع أخيه في الميراث، فأحضر القاضي، فقال هذا القائل المدعي: تكلم. فقال المدعي: إن أبونا مات. الغلط الأول، ينبغي أن يقول إن أبانا مات. قال: إن أبونا مات وترك أخونا، وكان ينبغي أن يقول وترك أخانا. ثم قال: فقام أخانا فاستولى على مال أبونا. كل كلام خطأ. تدرين ماذا قال القاضي؟ قال له: لا رحم الله أباك ولا جبر الله عظم أخيك، وأن تقوم في لعنة الله. لماذا كل هذا؟ لهذا الابتذال الذي ابتذل هذا الرجل به اللغة العربية. وربما أراد أحدهم أن يتفاصح ويتحذلق. يذكرون أن إنسانا معه ابن له صغير، دخل عليهما رجل من رواة العربية ومن علمائها، فأراد الوالد أن يتحذلق أمام ابنه، يريد أن يعني أن يفخر به ابنه، إذ يتكلم عربية بليغة فصيحة أمام الشيخ، فقال كلاما يعني كما تظنون. ثم التفت منفوخا منخوبا مزهوا إلى ابنه وقال إلى الشيخ وقال: يا أبا فلان، هذا كلام ذهب أهله، يعني ما عاد هناك من يتكلم بهذا الكلام. فقال الشيخ له: هذا كلام لم يخلق الله له أهلا. يعني أنت تلحن وتخطئ. ويعني مثل هذا كثير، بل مما حدثني به شيخنا محمد مصطفى النجار رحمة الله عليه، وهذا الرجل قد أدرك الأكابر من علماء الرباط وسلافي المملكة المغربية. قال: لما كنا صغارا ندرس في المسجد، كان القاضي يخرج من مجلس القضاء فيقف على باب المسجد يتسمع للمعلم الذي يعلم الصبيان هل يغلط في العربية. إذا كان يغلط لا يدعه يعلمهم، لأنه سيعلمهم الغلط،
فلذلك كانوا لا يخطئون. قل أن تجد عالما من ذلك الطراز في ذلك الزمن ويخطئ في العربية، قل أن تجده. بل أدركنا الشيخ سيدي محمد بن المهدي العلوي رحمة الله عليه، وهذا كان عالما حريرا، كنت إذا قرأ عليه القارئ شيئا من العربية فأخطأ القارئ صاح الشيخ أه 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 أه، كأنما وضع ذلك القارئ إصبعه في عين الشيخ يؤلمه أن يسمع اللحن وأن يقع. بل كان الأقدمون يضربون أبناءهم على الغلط حتى لا يخطئوا. بل هذا عبد الملك بن مروان أو الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك كان مرة قام ليقوم يصلي بالناس الجمعة فخطب الخطبة وأعرابي جالس في الناس يستمع، فأخطأ الخليفة فقال أعرابي أوه صائحا في الجمعة، تألم من شدة الخطأ الذي سمعه، فمكث غير بعيد حتى قال الخليفة مرة أخرى، ذكر لحن آخر، لحن مرة أخرى، فصاح الأعرابي أشهد أنك وليت هذا الأمر بقدر، وليت هذا الأمر بقدر، كيف تلي هذا الأمر وأنت تلحن هذا اللحن؟ لماذا هذا كله؟ لماذا هذا الاعتناء باللغة العربية؟ لأنها لغة القرآن، لأنها لغة الدين، لأن كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما يفهمان من حيث تفهم هذه العربية. فكيف بعد ذلك يقوم ناس يسمون بأسماء العرب ويدينون بدين العرب وهو الإسلام وينادون بهدم لغة العرب وبإزالة لغة العرب وبتدريس هذه اللهجات المحلية، المغربي يدرس المغربية الدارجة المغربية والجزائري كذلك والتونسي كذلك والمصري كذلك والسعودي كذلك، ما الذي يجمعنا على كتاب ربنا إلا هذا؟ نحن لنا خاصية ليست لغيرنا من الأمم. إذا قام الملك الضليل الآن إذا نشره الله امرؤ القيس فتكلم معنا فهمناه، وهو الميت في الجاهلية فهمناه. إذا قام شكسبير الميت في القرن السابع عشر وتحدث مع الإنجليز الآن لا يفهمونه. فهذه اللغة إنما حفظها وكتاب ربنا، كتاب ربنا هو الضامن لبقائها، فإذا هدمت فإن هذا توسل إلى هدم كتاب الله، إلى هدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يتعجب الرافعي رحمه الله، مصطفى صادق الرافعي أديب وقته في كتابه تحت راية القرآن، وهو كتاب حقيق أن يكون لكل محب في العربية أن يكون له ورد منه. تعجب لما يرى غيرنا من الأمم يراهم فخورين بلغاتهم لا يقدمون عليها لغة، ويرى غير العرب ويرى غيرهم من العرب يقول أحدهم اعذروني فأنا لا أحسن اللغة العربية، وهو يتسمى بأسمائهم وعاش بين ظهرانيهم ويعتذر إليهم أنه لا يحسن لغة أمه وأبيه. وهذه يعني يصدق فيها قول القائل إن دام هذا ولم يحدث له غيار لم يبك ميت ولم يفرح بمولود. إن الدفاع عن اللغة العربية دفاع عن القرآن، دفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفاع عن أدب جميل، عن تراث ثري ليس للناس ليس للعالمين فيه نظير ولا مثيل. ولكن كأن حافظ إبراهيم رحمه الله كلمته العربية فبثته شجونها فنطق بلسانها أو نطقت على لسانه لما قال قصيدته المأثورة المشهورة: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، أنا البحر أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. عذرا إليك يا عربية،
ما سألنا غواصا وما عهدناك بحرا وما أردنا أن نسأل لا عنك ولا عن الغواصين فيك، وكفانا أن نسمع عندما نريد أن نقرأك، كفانا يكفينا أن نسمع سمير يأكل التفاحة وسعاد تنشر الغسيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. شهر رمضان.